الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فليس اللفظ كما ذكرت، بل الحديث: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن، ولا تعارض لا تعارض بينه وبين غيره. فالشخص يسعد إذا صلى في جماعة، يسعد إذا تصدق، يسعد إذا عفى عن الناس. وفي ذات الوقت المؤمن يحزن إن ارتكب معصية، يحزن إن ظلم أحدا، فهذه علامات إيمان، لا تعارض بينه وبين شيء. السلام عليكم.